على أنغام أوتار البراءة. أزدل الستار على الفائزين الأوائل في المسابقة الكبرى لحقوق الطفل في يومهم الوطني. المسابقة شملت الرسم، الحكاية والغناء تحت شعار كن مبدعا. شاركت بلوحة رسمتها فيها بعض الحقوق مرسومين، وهما حقي في الرعاية الصحية، حقي في اللعب، حقي في التعليم إلى آخره. شاركت مسابقة الأطفال وعزفت على آلة الموندولين، والأغنية اللي عزفتها يقولوا لي الذي منع الزيارة. أني فرحان كربحت، ونقول للأطفال اللي كما أنا عندهم موهبة يطوروها من صغرهم. المبادرة في حد ذاتها جيدة، ولكن كما نقولوا احنا ديما نطلبوا الماكسيموم في حقوق الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة في التمدرس تاعهم. المسابقة التي بادرت بها المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتعاون مع مكتب اليونيسف بالجزائر عرفت أكثر من 60 فائزا، عبر من خلالها الأطفال المشاركون عن حقوقهم من خلال إبداعاتهم الفنية. إطلاق هذه المسابقة كان أولا لأن الأطفال متواجدين في منازلهم، راح تكون فرصة لهم للأطفال أنهم يبحثوا عن حقوقهم، يكتشفوها، يوليوا يطالبوا بها. إطلقناها في 1 جوان، خلينا الأطفال يعملوا طيلة شهر كامل بحثوا، قلنا لهم عبروا على حقكم بأي طريقة تحبوها، بالغناء، بالقصة، بالرسم. في 30 جوان كانت نهاية يعني تقبل الملفات تاع الأطفال اللي كانوا أبدعوا فيها. هي كانت فرصة للأطفال أنهم يشغلوا يعني وقتهم في أشياء مفيدة، وفرصة لنا نحن كهيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة أن نعرف أي الحقوق الأكثر معروفة من قبل الأطفال، أي الحقوق الغير معروفة باش نعمل عليها أكثر. رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر، فالحجر المنزلي كان فرصة مواتية لإطلاق العنان لإبداعات الطفل في مختلف الفنون. اختارت لجنة التحكيم الأحسن منها من بين أكثر من 3000 مشارك.